ربما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي. الهدف هو الصلاح والإصلاح، الجوهر هو الصلاح والإصلاح. هذه المفاضلة علينا أن نعيشها يوميا بين الأنا وبين الصلاح والإصلاح، بين حب المال، والمغريات شديدة، بين حب المال، حب الرياسة، حب الشهرة، حب القوة، حب نفوذ الكلمة، حب الراحة. الإنسان المصلح كثيرا ما يعيش في قلق، في اضطراب، كثيرا ما يكون مهددا، كثيرا ما يكون محاصرة. فليكن ذلك كله، إن هي إلا أيام معدودة، خلي تكون 70 سنة 60 سنة، فليكن يتجشم عناء الإصلاح في سبيل رضا الله سبحانه وتعالى، وليقتدي بسيد شباب أهل الجنة صلوات الله وسلامه عليه في ذلك. هذا الصلاح والإصلاح بحاجة إلى علل مبقية. من العلل المبقية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن العلل المبقية للصلاح والإصلاح لكي تكون للإنسان تلك الطاقة على المحافظة على الصلاح وعلى عملية الإصلاح، الصلاة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أقم الصلاة لذكري. ومن العلل المعدة المهمة إلى أبعد الحدود التي أرسى دعائمها الله سبحانه وتعالى، إن صح هذا التعبير، في كتابه الكريم، ثم الأئمة الأطهار، الرسول الأعظم والأئمة الأطهار، من أهم العلل المبقية للصلاح والإصلاح الشعائر الحسينية. هذه من أهم السبل التي تضمن المحافظة على عملية الإصلاح للنفس وللمجتمع مستمرة، متجذرة، متوسعة، مضطردة، متألقة.